عسليمة، اليوم الوسيطة متاعنا هي قلية تونسية، قلية على طريقتي أنا، نطيبها أنا. بون، أغلب القليات يكونوا فيهم زيت أكهو، لكن أنا قليتي فيها صوص، يعني فيها شوية طماطم. ما تلقى ما تعدي ولا تعمل بها كسكروت متاع واحد جيع في وسط الليل، حاجتها هكيكا. دونك عندي لهنا لحم العلوش، قصيتو دي ترونش هكا صغار، ماهمش كبار ماهمش صغار، متوسطين. والعظم خليته، اذا كان يبدا عندكم هكا عظم دونك نحيت قصيت منها باش اسرح. عندي لحم معلوش، وعندي هنا فلفل احمر. دونك انا حطيت مغرفه كبيره بحكم الفلفل الاحمر نتاعي ماهوش حار، واللي يحب الحار يبدل الفلفل الاحمر نتاعو بالحار نتاعو، يعني الفلفل الاحمر كل واحد شي يستعمل. وعندي الكركم، واكيد الكركم يتبعوا الفلفل الاكحل، على خاطر الكركم والفلفل الاكحل يمشيو زوز مع بعضهم. الكركم وحده ما يسيبش المنافع نتاعو، والفلفل الاكحل وحده ما يسيبش المنافع نتاعو. دونك وعندي شويه مغرفه صغيره نتاع قهوه، نوريكم المغرفه الصغيره اللي هي معمر بها. هذه مغرفه صغيره نتاع قهوه راس حانوت. وعندي مغرفتين كليل وزعتر. دونك هذا من الكل اللي كي مش نحطوهم مع بعضها، ونلفح الثاني اللي قدي وعنده برشا منافع به. وعندي مغرفه كبيره كبوسه طماطم، مغرفه كهو ما اكثرش، وعندي مغرفه نتاع قهوه ملح. دونك هذا من الكل كي مش نحطهم، ونفرغهم مع بعضهم. كل شيء يتحط على البيض، فما حد شيء يتحط على الصفر، كل شيء يتحط على البيض. والحاجه الاكيده الاخرانيه هي الزيت. كان اللحم نتاعكم فيه برشا شحم، ما تحطوش برشا زيت، بخاطر الشحم هو اصلا مش يذوب ومش تجي فيها الزيت. واذا كان اللحم نتاعكم فيهوش برشا زيت، دونك حطوا كونتيتي باهيه ما يتقلى فيها. هذا الكل كي ونحرك، خليه الكل يتفوح. هاكا نحرك في البارد، مانيش نحرك في السخو، وميم طون باش نشوف كونتيتي نتاع الزيت نتاعي باهيه والا ناقصه. داكوت، هاكا طرافي توا حسيت شويه نقص الزيت، دونك باش نزيد باكيت الزيت ومش نخدم النار. مش نقلي شوية، مش حاجة كبيرة، بون. القلايات التونسية ما شاء الله، فما القلاية تلقاها صفرة، وفما اللي تلقاها بيضة، وفما اللي تلقاها مستحمرة، كل القلاية وكيفاش. دونك هذه قلاية حمراء لكن معاها الصوص. اذا كان مش تعملوها ما غير ما تحبوش فيها شوية طماطم مرقت هكا شوية تعديو بيه وتجي خفيفة، راهي اخف من القلاية زيتك ها. توليهم ما تحطوش طماطم وتحطوا كان فلفل احمر، هكاك تجيكم حمراء. واللي يحبها صفرة ينحي طماطم وفلفل احمر، واللي يحط مغرفة متاع قهوة صغيرة فلفل احمر، ما يحطش مغرفة متاع ماكلة، يحط كركم. ما تكثروش برشا من الكركم باش ما يعطيكمش طعمة المرارة، خاطر برشا كركم يعطي يمررها الماكلة. كيما ترى فيها هكا تتقلى. شمو ريحة الفاح طلعت وقتها سي بون، يعني تعرفوا انو ماكلتكم في التقلية ماشية. ونزيدوها يعني حاجة بسيطة مش حاجة كبيرة.
ريحة القروصية متاع طماطم تنحات، ريحة الفيح طلعت بنينة على الاخر. مش نمقتلها، الماء متاعي ماهوش سخون يغلي، عملته مي فاتر. مش نحط لها ما يغطي اللحم متاعي بالقداء، ما يغم اللحم متاعي مليح مليح. دونك وتوا نسكر عليها الكوكوت. الطريقة هذه تجيب لك اللحم طري كما اللي نتفرجوا فيه في الفيسبوك والانستغرام، ويجي طري كالزبدة. دو ان دو دو انه القوة متاع اللحم ما تخش لبرا، ما تتبخرش تطيب في وسط الكوكوت. وثاني حاجة كالتوابل، يعني كل ما هو فحات يطيب لداخل، حتى شيء ما يخرج لبرا. باش نتفقدها قداش فيها ماء، خليتها ساعة ربع تغلي. شوف فيه ريحة بنينة بنينة بنينة، منحكيلكمش. خلي عاد أكل لحم طاب، سي بون بدا يطيب. دونك تمشي خليها تزيد تغلي وصيف ساعة أخرى ولا حتى أقل. ريحتها روعة على الاخر. صافا هكا نشوف الماء نتاعها. بون ماذا بيا نزيد نخففو شوية اخر. دوك باش نخليها تغلي هي هكا توا معينة، ونعس عليها لين يختار، خاطر عاد يختار لي الماء نتاعها. منحبوش برشا خاطر منحبوش مية برشا. دونك راهي ريحة روعة. وقلايتنا حضرت وصحة وشفا.